إيران قصفت العراق اليوم وفي الساعات الأولى من فجر هذا اليوم بالصواريخ البالستية مستهدفة مدينة أربيل بشكل خاص. وتفاصيل ما جرى فجر هذا اليوم هو تم بحسب ما أعلنته وما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان ب12 صاروخا بالستيا كان قادما من الأراضي الإيرانية. وهذه الصواريخ التي استخدمت هي من نوع فاتح 110 والتي يصل مداها إلى 300 كيلو مترا. الصواريخ هذه انطلقت مباشرة كما تحدثنا من داخل الأراضي الإيرانية وتحديدا من مدينة تبريز هنا في الأراضي الإيرانية مباشرة إلى إقليم كردستان وتحديدا إلى مدينة أربيل. قطعت هذه الصواريخ مسافة ما يقرب 245 كيلو مترا بل حتى تصل إلى 250 كيلو مترا بحسب البيانات الرسمية التي صدرت من الداخل العراقي تؤكد بأن هذا الهجوم الصاروخي هو استهدف بالدرجة الأساس القنصلية الأمريكية الجديدة التي هي لا زالت قيد الإنشاء طبعا في أربيل بشكل مباشر، وليس هنالك أي قتلى أو أي جرحى من الأفراد الأمريكيين. ولكن محافظ أربيل أكد بأن هنالك مدنيين اثنين جرحى في هذه العملية ولكن لا قتلى بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة للجانب الآخر بالنسبة لإيران، هي أكدت بأن هذا الهجوم الذي جاء على أربيل وتحديدا بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هذه العملية، أكد بأن الهجوم طال مواقعا إسرائيلية سرية تابعة للموساد الإسرائيلي في مدينة أربيل. وهذا الأمر طبعا رفضه جملة وتفصيلا محافظ أربيل ورفض وجود أي مقرات مثل هذه المقرات. بالنسبة للصواريخ هذه التي نتحدث عنها 12 صاروخا بالستيا، هي على ما يبدو بأنها جاءت على شكل موجتين. الموجة الأولى جاءت بستة صواريخ والموجة الثانية جاءت بستة صواريخ أخرى، وهذا الأمر هو كان واضحا من المقاطع المصورة التي جاءت بهذا الشكل. على سبيل المثال من هذا المقطع القادم من قناة كردستان 24 وتحديدا من غرفة الأخبار، كما تلاحظون هنا التسجيل بالنسبة للكاميرا يأتي في الساعة 1:03 كما هو واضح من فجر هذا اليوم. وكما نلاحظ من خلال العصف للصواريخ سنلاحظ بأننا أمام على سبيل المثال هذا هو العصف الأول والعصف الثاني كما هو ملاحظ هنا، تقريبا يبدو بأننا أمام صاروخين وبعدها يأتي الصاروخ الثالث وبعد ذلك يأتي طبعا الصاروخ الخامس كما نتحدث الآن وهذا هو الصاروخ السادس. أما بالنسبة إلى كاميرا أخرى مقطع فيديو آخر يأتي بهذا الاتجاه من كاميرا أخرى توضح عندما نلقي نظرة على الساعة وتسجيل الساعة لهذه الكاميرا سنلاحظ بأننا أمام الساعة 1:20 أي بعد 18 دقيقة من هذا ومن ما تم تسجيله بالنسبة لكاميرا قناة كردستان 24. والواضح بأننا أمام هذه الضربات التي نلاحظها وما سجلته تقريبا من 6 صواريخ أخرى هي تسقط بهذا الشكل. لذلك نحن أمام موجتين من هذه العملية الصاروخية التي تمت بهذا الشكل. أين سقطت هذه الصواريخ وأين تقع فعلا القنصلية الأمريكية الجديدة التي لا زالت قيد الإنشاء؟ إذا ما توجهنا بسرعة إلى إقليم كردستان، هذه هي أربيل طبعا، إذا ما توجهنا إلى هذه النقطة تحديدا بهذا الاتجاه إلى شمال شرق أربيل واقتربنا من هذه المنطقة، دعونا نقترب من هذا المربع الذي ترونه أمامكم. نحن هنا أمام هذه هي القنصلية الأمريكية الجديدة التي لا زالت قيد الإنشاء كما هو واضح، لا زالت هي قيد البناء فعلا. ومن المفترض لهذه القنصلية أن تبدو بهذا الشكل فيما بعد عندما يتم الانتهاء من العمل بها. إذا ما انسحبنا قليلا في القمر الصناعي خاصة وأن الواضح من هذه الصواريخ بأنها لم تسقط فقط على القنصلية الأمريكية وهنالك شكوك بأنها قد تكون فعلا سقطت على هذه القنصلية، هنالك سقوط الصواريخ في أماكن أخرى عند الابتعاد بالقمر الصناعي. هذه هي القنصلية الأمريكية الجديدة التي نتحدث عنها تأتي على مسافة ما يقارب الأقل من كيلو متر واحد هنا قناة كردستان 24 بهذه النقطة، وكذلك أن هنالك نقطة أخرى إلى موقع مدني أو منزل كبير يأتي بهذا الاتجاه وهو يبعد 0.5 كيلومتر فقط عن قناة كردستان 24 بهذا الاتجاه. هي أيضا ضربت بالصواريخ البالستية وبالتالي هذا يفسر تماما طبيعة العصف والضرر التي تعرضت له هذه القناة بحيث أن الصواريخ سقطت بهذا الاتجاه وسقطت بهذا الاتجاه وبالتالي تضررت هذه القناة بهذا الشكل. لكن الضربة التي جاءت على هذا الموقع المدني الذي نتحدث عنه لم تكن طبيعية أبدا، بل إننا تحصلنا لهذا الموقع تحديدا على مقاطع مصورة
حصرية لقناة التغيير الفضائية، وهي حصرية بشكل خاص إلى برنامج رأس السطر، توضح طبيعة هذا المبنى الذي دمر بهذا الشكل كما تلاحظون، وهي تعرض الآن لأول مرة كما تشاهدون طبيعة الدمار الذي تعرض له هذا المبنى. كما تشاهدون الواضح تماما بأننا أمام أكثر من صاروخ سقط على هذا المبنى الكبير، والواضح تماما من هذه الصور التي تحصلنا عليها بأن هذا المبنى دمر بالكامل، جميع مداخله ومخارجه دمرت وخرجت عن الخدمة تماما، ليس هنالك أنباء عن قتلى أو جرحى من استهداف هذا المبنى، ولكن واضح بأن الضربة لم تكن طبيعية أبدا مما تعرض له هذا المنزل الذي نتحدث عنه، وهذا يفسر تماما طبيعة العصف والضرب الكبير الذي جاء على هذه المنطقة التي نتحدث عنها. السؤال الأهم الآن والذي يطرح، من أين انطلقت هذه الصواريخ من داخل إيران؟ من أين؟ من مدينة تبريز تحديدا. إذا ما ذهبنا من عدد من مقاطع المصورة التي صورت من الداخل الإيراني، سنلاحظ بأننا أمام هذا المقطع الذي تلاحظونه الذي يصور ثلاثة صواريخ كما هو واضح، وهي طبعا تتوجه إلى هذا الاتجاه إلى الشمال، وواضح بأن سائقا هنا هو الذي يصور. دعونا نركز على هذا المبنى الأبيض الذي يأتي على الشمال لكي نأخذ عددا من العلامات التي من خلالها نستطيع تأكيد هذا الموقع. الواضح بأننا أمام هنا ساحة كما نلاحظ هي كبيرة، وهنالك سيارات وعدد كبير ولا بأس به من السيارات، والواضح بأن السائق يركب ناقلة أو شاحنة بهذا الشكل. دعونا نأخذ عددا من اللقطات وثلاثة لقطات من هذا الفيديو الذي قد يعطينا فكرة تامة عن ما جرى. إذا ما ذهبنا إلى طبيعة الصواريخ التي انطلقت بهذا الشكل، على الرغم من أنها تبدو بأنها ثلاثة صواريخ بهذا الشكل، أمرين مهمين هنا في هذه القضية. الأمر الأول الواضح بأنها تنطلق، هي لا زالت في صدد الانطلاق بهذا الشكل، وهذا يوضح بأن هذه المنطقة هي قريبة جدا منطقة الانطلاق بالنسبة لسائق الشاحنة الذي كان يصور هذه الصواريخ. بالإضافة إلى ذلك كما نلاحظ هنا أعمدة الدخان، نحن أمام ثلاثة أعمدة للدخان الخاصة طبعا بالصواريخ التي انطلقت بهذا الشكل، وهذا يوضح بأننا أمام ثلاثة زائدا ثلاثة ستة صواريخ هي التي انطلقت. معنى ذلك بأن هذه الصواريخ انطلقت وبعدها بدأ بالتصوير وظهرت الصواريخ الثلاثة الأخرى وأكمل التصوير بهذا الشكل. لذلك نحن أمام قاعدة أمام هذا السائق قريبة جدا لا بأس بها المسافة، انطلقت بهذا الشكل الذي ترونه أمامكم. الآن إذا ذهبنا إلى لقطة أخرى من التصوير لكي نتعرف على هذا الموقع، كما تلاحظون هذا المنزل أو المبنى الأبيض الذي بدا كبيرا من الفيديو الذي شاهدناه قبل قليل، وبالتالي هنا كما نلاحظ بأننا أمام ساحة وأمام عدد لا بأس به من السيارات البيضاء التي تأتي بهذا الشكل، وكذلك بأننا أمام على ما يبدو ممرا للسيارات بهذا الاتجاه، ومبنى يبدو باللون الأزرق بهذا الاتجاه. دعونا نأخذ اللقطة السريعة التي جاءت إلى اليمين، كانت سريعة للغاية ولكن قد تكون كافية لنا لأخذ بعض العلامات المهمة مما جرى. هذه اللقطة السريعة توضح نحن أمام هذا المبنى الأزرق الكبير الذي يبدو وكأنه هنجرا طبعا، وبهذا الاتجاه بأننا أمام الممر الذي ممكن أن يقود الشاحنة أو كان يحاول قيادة الشاحنة باتجاه هذا الممر، وكذلك عدد كبير لهذه السيارات التي نراها بهذا الشكل، وهذا يوضح تماما بأننا قد نكون أمام مصنع للسيارات من هذا الموقع الذي يتم التصوير فيه. ولذلك إذا ما توجهنا إلى الأقمار الصناعية إلى مدينة تبريز لنقترب، هذه هي مدينة تبريز. إذا ما توجهنا إلى هذه المنطقة طبعا التي ترونها أمامكم، هذه المنطقة تحديدا التي تبعد عن مدينة تبريز 36 كيلو مترا كما تشاهدون. دعونا نقترب من هذه المنطقة لكي نلاحظ أين نحن، ودعونا أيضا نقترب من هذه المنطقة التي ترونها إلى الشمال، سنلاحظ بأننا أمام عدد لا بأس به من السيارات هنا. دعونا نقترب قليلا ودعونا نقلب الصورة قليلا إلى اليمين لكي نأخذ العلامات والتأكيد من هذه العلامات، وسنلاحظ بأننا أمام نفس هذا المبنى الأبيض الكبير الذي تحدثنا عنه، وهنا طبعا الممر للسيارات الذي تحدثنا عنه، وهنا ساحة السيارات الساحة الكبيرة التي لا بأس بها، وأيضا هذا هو الهنجر باللون الأزرق الذي يأتي بهذا الشكل، وكذلك هذه هي مجاميع السيارات التي تلاحظونها بهذا الشكل، وبالتالي نحن فعلا أمام نفس الموقع. هذه كلها تأكيدات، وهذا يوضح بأن السائق كان يصور بهذا الشكل لهذه الصواريخ، أي أن الصواريخ تنطلق بهذا الاتجاه إلى الشمال،
وبالتالي هذه المنطقة وهذا المصنع الذي نتحدث عنه هو فعلا مصنع للسيارات، وهو مصنع تابع إلى مجموعة إيران خودرو التي هي مختصة في عملية صناعة السيارات. وبالتالي إذا ما ابتعدنا من هذه المنطقة لكي نرى ما الذي يصوره، من أين انطلقت هذه الصواريخ فعلا، وبالتالي بما أن التصوير هو يأتي تقريبا بهذا الشكل كما تحدثنا قبل قليل، فإن هنالك نقطة بهذا الاتجاه وهذه المنطقة هي على مسافة 2.7 كيلومتر. هذه النقطة تحديدا وتحديدا بهذا الاتجاه هي قاعدة صاروخية إيرانية تم استخدامها واستخدمت في السابق ضد أيضا مواقع في الداخل العراقي. هذه هي المنطقة الوحيدة الواضحة من جميع هذه المناطق الموجودة المفتوحة بهذا الشكل. وبالتالي إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة التي نتحدث عنها فإن هذه القاعدة يطلقون عليها في الداخل الإيراني هي قاعدة سيد الشهداء أو ثكنة سيد الشهداء، كما أطلقوا عليها في عام 2018 عندما قامت هذه القاعدة في 8 سبتمبر عام 2018 كما ذكرنا بعملية استهداف لأحد المقرات والمقر الرئيسي التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. آنذاك كان هنالك اجتماعا واستهدفوه، وفي المقر الخاص بهم طبعا هو موجود في قضاء كويسنشق الذي يأتي إلى شرق مدينة أربيل، تم الاستهداف من هذا الاتجاه وهنالك فوتج، هنالك لقطات لهذا الموضوع. إذا ما قلبنا الصورة إلى اليمين قليلا واقتربنا من هذه المنطقة فمن هذه الساحة التي ترونها انطلقت الصواريخ في عام 2018، لنركز على هذا الطريق وعلى هذه المنطقة المفتوحة ونتوجه إلى الفيديو الذي طبعا هو جاء من ما جرى من عام 2018 بهذا الشكل، وسنلاحظ فعلا بأننا أمام نفس اللقطات. هذه كانت اللقطات الصواريخ التي استخدمت في حينها، نفس الصواريخ التي ضربت أربيل اليوم وصباح هذا اليوم. نتحدث عن صواريخ فاتح 110 التي تصل إلى 300 كيلومترا، وبالتالي نحن أمام بالضبط نفس هذا الموقع هو الذي استخدم بكل تأكيد. ولكن في ظل ما هو واضح بأننا أمام فعلا 6 صواريخ بالنسبة لهذا الفيديو وليس هنالك إعلان رسمي لهذه القاعدة، ونحن الآن تأكدنا من قاعدة واحدة فقط، يجب أن ننتبه بأن هنالك نقطة أساسية موجودة بالقرب من مدينة تبريز. هذه النقطة التي ترونها التي تبعد من مدينة تبريز، هنا مدينة تبريز، هي تأتي على مسافة 13 كيلومترا. هذه المنطقة هي قاعدة صاروخية مهمة للغاية، وهي قاعدة يطلق عليها اسم قاعدة سهند أو قاعدة تبريز الصاروخية التي توجد وتتواجد تحت الأرض، فيها أنفاق وفيها الكثير والكثير من الصواريخ البالستية التي بإمكان إيران أن تستخدمها فعلا. وهذا قد يفسر بأن الموجة الثانية للصواريخ أو حتى الموجة الأولى للصواريخ هي جاءت من هذه القاعدة قبل أي تصوير أن يصدر من هذا الموضوع. وهذه القاعدة هي موجودة كما تحدثنا تحت الأرض وبين جبال يصل ارتفاعها إلى 1600 متر. هذه القضية وما جرى اليوم وفجر هذا اليوم والمثير بهذا الموضوع بأنها جاءت تقريبا بعد 7 أو 8 أيام من عملية قادها سلاح الجو الإسرائيلي في الداخل السوري وتحديدا على دمشق، أدت إلى مقتل أهم القيادات الموجودة في الحرس الثورية الإيرانية الموجودين في الداخل السوري. وهذين القياديين طبعا كانت هنالك تصريحات اليوم بعد الضربة التي تعرضت لها أربيل من أحد المسؤولين الرفيعين المستوى في إسرائيل والتابع طبعا هو إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، صرح إلى النيويورك تايمز، وهذا ما قاله حول هذين العنصرين في الحرس الثورية الإيراني الذين طبعا الذين قتلا قبل 7 أيام. وقال: لعب عضوا الحرس الثورية الإيراني اللذان قتلا في الضربة الإسرائيلية الأخيرة دورا رئيسيا في مشروع إيران وحزب الله للصواريخ الموجهة بدقة. وهذا قد يفسر لماذا حضر هذا الرجل الذي ترونه أمامكم، ألا وهو أمير علي حاجي زادة، وهو طبعا الجنرال المهم وقائد القوة الجو فضائية في الحرس الثورية الإيراني، في حضوره في مراسيم التشييع لهذين طبعا الضابطين أو القائدين الموجودين طبعا في الحرس الثورية الإيراني وما جرى لهما في الداخل السوري. وهذه طبعا هذا يوضح بأننا قد نكون أمام رد إيراني واضح، ولكن في نفس الوقت هنالك تخبط وتضارب في الأنباء حول ما جرى، وهل هو فعلا انتقام لهذه الضربة أم لا، تظل الكثير من الروايات اليوم تطرح على مستوى الإعلام.